اخواتي اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا في هذا الفيديو ساتكلم قليلا عن الاعارة وكيفية عمل الاعارة. ندخل اول شيء على موقع وزارة العمل، هنا نختار الشركة التي سنعمل عليها الاعارة، اي الشركة الجديدة. هنا بالخدمات لدينا شيء اسمه ترخيص عمل. طلب عمل إعارة كلي أو خارج أوقات العمل. هنا ندخل رقم جوال العامل، يجب دائما رقم الجوال يكون تتأكدون أنه موجود باسمه. وندخل الرقم الشخصي للعامل، والاسم الشخصي الخاص بالعمل. هنا ندخل بيانات الإعارة، هل هي إعارة جزئية أم كلي؟ نعمل إعارة كلي بالنسبة للشخص الذي سيداوم اليوم كله. هنا مدة الإعارة، مدة الإعارة يجب أن نتأكد من شيء مهم، أن المدة بالشهور، أن تكون الإقامة يعني يجب أن تكون الإقامة صالحة لغاية المدة اللي هنا. يعني مثلا لو مثلا الحين اليوم شهر 3، مثلا اليوم لدينا 3/24 شهر 3، فأريد أن أعمل 6 شهور إعارة، يجب أن يكون للإقامة 6 شهور، أي 4 5 6 7 8 9. أقل شيء الإقامة لازم أن تنتهي في شهر 9/24 وما فوق. هنا نختار المفوض بالتوقيع وتاريخ مباشرة العمل، فممكن القول مباشرة العمل مثلا 25 في الشهر، والمفوض بالتوقيع. بعد ذلك ندخل وقت الدوام، فمثلا هنا عندي بداية الدوام سيكون على الساعة 9 صباحا، ونهاية الدوام لديك 8 ساعات كما تلاحظون إلى غاية الساعة 5 كحد أقصى. و يمكن إضافة لحد 2 ساعة كدوام إضافي للشخص. المستوى التعليمي هذا حسب الإقامة، مثلا هنا لا تحتاج إلى مؤهل عندي. وتفاصيل الراتب، الراتب الأساسي يجب أن يكون 1000 وما فوق، وهل هنا مثلا الشركة توفر السكن الطعام والتنقل، مثلا بدل الطعام سنعمل 300 كالعادة، يصبح الراتب 1500. وعند الانتهاء فقط نرسل الطلب. كما تلاحظون هنا لدي تقديم الطلب بنجاح ورقم الطلب. اذا عند الذهاب الان الى طلبتي ستلاحظ هنا أنه الترخيص هو في انتظار موافقة من العامل، أي يجب الدخول على النظام باسم المستخدم والباسورد الخاص بالعامل، الدخول على وزارة العمل، وهنا يتم اتخاذ الإجراء من طرف العامل بالموافقة أو الرفض.